ويسعدنا أن يكون لدينا في هذا اللقاء سيادة اللواء دكتور عصام والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق. سيادة اللواء، أهلا وسهلا بحضرتك وألف مبروك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا. سيادة اللواء، إلى أي مدى القطار الخفيف يعد إضافة مهمة وقوية لمنظومة النقل الجماعي في مصر، خصوصا منظومة النقل الذكي؟ أولا أهلا ومرحبا بحضراتكم في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية. طبعا القطار الكهربائي الخفيف ده أحد وسائل النقل الذكي اللي تم إدخالها لأول مرة في مصر. ده مصمم خصيصا لخدمة التجمعات في منطقة شرق القاهرة، وبيربط مع نهاية الخط الثالث في محطة عدلي منصور اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، وبعدين بيمشي موازي لطريق مصر اسماعيليه الصحراوي، بيخدم مناطق تجمعات العبور والمستقبل والشروق، وبعد كده بيوصل لمدينه بدر، وبعد كده بيتفرع شمالا الى مدينه العاشم الرمضان، وجنوبا وصولا الى العاصمه الاداريه الجديده. دي وسيله زي ما قلت لحضرتك اول مره تدخل مصر، ودي عشان تتكامل مع بقيه منظومه النقل الذكي اللي بتخططها الدولة لخدمة القاهرة الكبرى والتجمعات السكانية اللي حواليها وربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة. طيب سيادة اللواء، لا شك أنه منظومة مترو الأنفاق والهيئة القومية للإنفاق شهدت الكثير من التطوير في السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ 2014 سنة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. إلى أي مدى كل هذا التطوير بيصب في مصلحة المواطن، سواء من خلال الخطوط الجديدة اللي بتربط إقليم القاهرة الكبرى كله ببعضه، أو حتى على مستوى الخدمة المقدمة داخل القطارات والوحدات المكيف؟ أولا تم وضع خطة استراتيجية لتحويل معظم وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى لوسائل نقل ذكية. نتج عن ذلك تم تخطيط شبكة مترو تبقى مكونة من 5 خطوط مترو، علاوة على أتوبيس ترددي يعمل بالكهرباء، علاوة على خطين لمونوريل شرق النيل وغرب النيل، بالإضافة إلى مشروع القطار الكهربائي اللي إن شاء الله سيادة الرئيس هيشرفنا بافتتاحه النهاردة. قبل 2014 ما كانش عندنا منظومة نقل ذكي بالمعنى الدقيق، كان مجرد عندنا خطين ولكن لا يتم تعريفهم على ان هم شبكة. لكن بتنفيذ هذه الخطوط كلها احنا تقريبا شغالين الخط الثالث، هنبتدي تشغيل تجريبي فيه في المرحلة الثالثة ان شاء الله النهاردة. عندنا بننفذ الخط الرابع، في مرحلة طرح الخط السادس، بننفذ على الارض مونوريل شرق النيل وغرب النيل، علاوة على افتتاح الـ LRT المرحلة الأولى منه، وبعد كده استكمال المرحلة الثانية والثالثة. علاوة على إن غير ربط شبكة القاهرة الكبرى بشبكة نقل ذكي والتجمعات العمرانية حواليها سواء في الجيزة أو في شرق القاهرة، احنا بنعمل شبكة خطوط قطار كهربائي فائق السرعة لربط جميع أنحاء الجمهورية بشبكة بتصل أطوالها لحوالي 2000 كيلو، مكونة من 3 خطوط بتربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، بتربط الدلتا بالصعيد لغاية أبو سمبل، من أول اسكندرية لأبو سمبل.